لأنك أنت وحياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجانا كلنا، شفاءنا كلنا، وقيامتنا كلنا. شانس غنيت إكليسيا أنت بفلا هو مارو اسمه إيرو فيت كاسة راي تاني إبرز فيت إيروز جي أف كوينو متيوت إمي فريتن هان إيسو افنا فنجاني صوتو نوف او افور كنجيب شسو انف اوم انسي ين صنق بيف اوم شايني قطعت تقسيس ملشي سيد بنيوتن بن سكوبوس افا في لوبا انتي شويسف اري بتن ام Sete mit der Rosa Rosamund Evangelion. O Tinjevis, Jochen, Evron, Schleisen, Tenigum, Kinevlogison, Tokotalukan, Agio Evangel, Eniotonanus, Mer. بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا مرلوق البشير بركاته مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا أعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي أمام الملائكة أرتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ
لأنه جعل الأبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرح أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقسيم ملك صادق الليل يا الرب عن يمينك يا بن الطاهر الباب البطريرك الأنبات وادرس الثاني وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الطباوي المكرم الأنبا في لوبتير الرب يحفظ لنا حياتكما باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا جميعا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من قبل الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم فدخل إليها الملاك وقال لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء فلما رأته اضطربت من الكلام وفكرت ما عسى أن يكون هذا السلام فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتدعين اسمه يسوع وهذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد
ولا يكون لملك قضاء فقالت مريم للملائكة كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا المولود منك قدوس ويدعى ابن الله وهو ذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة قران لأنه ليس شيء غير ممكن عند الله فقالت مريم للملاك هو زانا أمة الرب ليكن لي كقولك فانصرف عنها الملاك والمجد لله